باش نحكيو على واحد من القطاعات الحساسة وهو قطاع التعليم اللي شفناه مؤخرا في مطالب التونسيين واللي يقول لك هو يلزم يكون على طاولة الرئيس الحالي قيس سعيد، خاصة بعد ما خضنا الانتخابات الرئاسية. يقول لك القطاع هذايا سيء ما عادش يستنى للإصلاح، شنو وراه؟ والله هو التعليم أول حاجة، وثاني حاجة النقل والصحة. أما نبدو بالتعليم، التعليم شنو يقدم؟ طيب أنت سيد رئيس الجمهورية، نحن مساندين لك ومن 25 جويل ويجي، ونحن نعمل في الحملات متاع الانتخابية وكل شيء باهي. من اللي ناحية الوزيرة، وزير الخارجية من عز ناس قاعدة تخدم، معاهم حتى وزير الفلاحة من أظل من عز ناس قاعدة تخدم ونظاف. وزيرة التربية قاعدة تخدم وتتحرك في البلايص كلها، هاي مشت السبيط، هاي مشت القصرين، مشت المناطق الحساسة اللي صارت منها من الثورة، لغة أخرى اللي صارت منها من الثورة. كيما نقولوا عجبت حاجات جديدة، شنو هي الحاجات الجديدة اللي جبتها؟ كيما نقولوا قبل كان الواحد يدوب العامين ولا شنو سيسحتوه، هي قالت لك لا ما يسالش يعاود، يعني جابت أفكار باهية. وزيرة التربية اللي تنحت، راهو أنا مواطن اللي نعرفها لا شيء. ما بقتش مدة حتى ثلاثة شهور. علاش ما بقتش ثلاثة شهور؟ عملوا عليها حملة منهجية كبيرة من برا. ثم عباد عطينهم فلوس من برا ويعملوا عليها في الحملة في الفيسبوك. يعني رئيس الجمهورية قيس سعيد استجاب للحملة هذه، كيغير كعمل الإجراء الوزاري هذاك، وكانت هي من بين اللي والله أنا نشوف الوقت هذاك الفيسبوك والتيك توك هو اللي قاعد يخدم أكثر من الحكومة وأكثر من كل شيء. كتشوف واحد يعمل له إشهار تلقاه الإشهار هو اللي قاعد يمشي. تو أنت صحافية، ناس مثلا تتبع فيك بالألوفيت بالملايين، علاش معروفة هذه القناة هذه معروفة. كيما الوزيرة، وزيرة قاعدة تتحرك وتخدم، يعملوا لها في حملة كونترها في هنا في تونس في الفيسبوك في كذا. راهو سامحني حتى كيما نقولوا زملائها، أنا حتى زملائها في التعليم ما يشوفوكش مثلا تنجح، كيشوفوها هي نجحت وقاعدة تقدم وقاعدة كذا ما يزموكش. تو نحن في تونس الحاجة الخايبة في تونس يشوفوا واحد يخدم وقايم بالواجب وقاعد يتحرك ما نحبوش وينجح، نعكلوه نضربوه بمقص بلغة أخرى عربية. نحن تونس هذه الحاجة الخايبة فيه. واعطيني شنو قدم بقى أنت سيد الرئيس ناحية الوزيرة؟ إيه جبت الوزيرة شنو تحرك؟ ونهار كامل بارك في بروه، لا يتحرك لا يمشي. الوزيرة قاعدة تتحرك وتمشي وخذت شعبية كبيرة والعباد قاعدة تسمع فيها. شنو هو؟ راهو التعليم من أكثر هو حساس، هو التعليم. المدارس برا شوف فيها، ما تقريش ولدك في الليتيت ما ينجحولكش ولدك. ما ثماش رقابة، كيش يقولوا فيها ما غير رقابة، دار ما غير موالي. أعطيني شنو برا نمشي نشوف المكاتب، ما ثماش حتى بسامحني أنا ما نحبش نجبد، راهو عندي أهلين صغار يتقاروا. ثم سمحني تمشي الليسي مثلا ما تقرا شي تيد ما ينجحولكش ولدك ولا بنتك، واضح هذه الموجوده لحد الان ما تنحتش. هذا مدارس في الرياف في سيدي بوزيد في القصرين في كل بلاصه في التطاوين، مدارس عندها 100 سنه مخروبه تلقاها مشقه، عملوش فيها حاجه، ما عملوا فيها شيء. هاو الحساس بالرسمي. انت سامحني تلميذ، علاش نرجع للوزيره، تلميذ الدوبلو عامين وبعد تسحته يشد لك الشارع ويشد لك الدروغ ويشد لك مخدرات، شنو ربحت انت؟ هاي وزيره قالت لك حتى كي دوب ما يسالش خليه يزيد يكمل عام اخر، هاي جابت لك فكره. يعني نحن ما نراعوش المصلحه، نراعو سامحني كان اللي يضر التلميذ ويضر المواطن. هذه اللي ريت انا تو بصراحه، انا رئيس جمهوريه يلزم يشوف هذه اول حاجه. وثاني حاجه خلينا نمشوا اللي كان رئيس الجمهوريه قبل يحكي عليها الشهيده المضروبه والعباد اللي دخلت. تسأل المواطن يقول لك التو ما صار شيء، التو لحد الآن يقول لك ما صار فيها الشهيد. ثم شكون يقول لك خايف لا تصير بلبله في البلاد، اللي هذاك كيما نقولوا سامحني دخل يخدم وعنده ثلاثة صغار وسي وخذا قرض ومنه ومنه ما عادش نجموا خرجوه. هي كي خذا قرض وهو علاش معمل؟ صدقيني أقسم بالله يا كل وزارة يمكن فيها نكذب لك 500 700 دوس شهيد مضروبة. هي والعباد سامحني اللي تخرجت وبيتها وميتها بايع الذهب وبايع السعي وباع وهو ياخذ الشهادة ويبقى بطال نهار كامل يمشي في لافيني ويتكلم وحده. هي وهذه كلام ما تحساش أنا نشوف المصلحة الشهيد مضروبة واللي ماخذ الشهادة وأنا عمره كامل يقرأ إلى ما نصل. هذه المشكلة فينا. وحاجة ثالثة بربي رئيس الجمهورية تلفتنا العباد، سامحني راي التو لحد الآن نقابة قاعدة تحكم في اللبرات
في المواني الحساسه. انا نخدم راني في بورت عندي 30 سنه من بورت تونس، يدخلوا فيها بالفلوس. اعطيني يا سيد رئيس الجمهوريه قداش مره نقول لك راهو بورت راس يلزمك تزوره زياره فجائيه، راي العباد النقابات راهي قاعده تحكم تعامل لك العصا في العجله. يتعاملوا ريتو شنو يتعاملوا النقابات، باش نقول لك شنو نعمل لحد الان. انا تو واحد من الناس بلغت على الفساد من 2014 و2012 لتو نتعرض لهرس من جهه النقابه اللي ما جيتش معاهم، بلغت على الفساد واضح. يعني انا هنا رئيس الجمهوريه يتلفت لك العباد اللي بلغت على الفساد، لان احنا عملنا لك حمله انتخابيه من 25 جويلة لتو ما خذا فيها قرار رئيس الجمهوريه من 25 لتو رئيس الجمهوريه ما خذاش فيها قرار. ثم عباد عندها قضايا، ثم عباد مطرده، هي شنو عملت يا رئيس الجمهوريه؟ رانا وقفنا معاك ورانا جرينا معاك ورانا تحركنا معاك. شنو في تبليغك على الفساد الملف نتاع اللي بلغت عليه على الفساد ونوعيه الفساد، تم التفاعل مع التبليغ نتاعك وتحاسبوا؟ معناتها ثم محاسبه للي بلغت عليهم؟ والله لا ثم، بالعكس انا هو اللي تحاسبت. انا بلغت 2012 و2013 و2014 و2015، جاو 2020 عملوا لي قضيه. اما حاجه ثانيه بربي هذه ما تقصش. نشكر بالنسبة لي أنا، نشكر القضاء التونسي اللي هو أنا بالنسبة لي أنا قضاء تونسي نازيه ونظيف، ثم عبادة تشوى فيه كالأحزاب كما المغزاوي وجماعي. أنا نشكر القضاء التونسي اللي خذالي حقي، وهي لحد الآن ما زالت القضية، أما خذالي حقي من 2020 عملوا لي قضية، عملها لي واحد حسبي الله ونعم الوكيل فيه نهار جمعة هارب البرة مدير نتاع أمن، جاب لي قضية لأني كسيدة ضايا، باش نسمي لك بالاسم، سيدة ضايا كان متعامل مع جماعة النهضة، كان متعامل مع جماعه النهضه، قضايا مدير امن، عمل لي قضيه ما فيها شيء. شنيا؟ لي انا مقصر في العمل، وانا عندي 30 سنه خدمه ما قصرتش قبل في العمل، باش نقصر تو؟ شنيا عدوها لي؟ استغلال موظف اللي ضرر بالاداره. شنو عملت؟ كي ما لقوش عندي لا سرقه لا حد شيء، وشافوا عندي كل شيء، ما لقوا عندي حد شيء، عدوها لي تقصير في العمل. انا قلت لك بالله هذه لا تقصها. نشكر القضاء التونسي النزيه اللي هو وقف معايا، ولحد الان القضيه ما زالت. اما حاجه ثانيه ثالثه بربي ما تقصهاش، حاسب رئيس الجمهورية، يا رئيس الجمهورية راي النقابات راي قاعدة تتحكم، راهو كل رئيس مدير عام ريتو سامحني. باش نعطيك أنا حكاية، أنا أختي بلغت وزارة النقل، هذه ما نمشي 100 مرة أختي لوزارة النقل للتفقدية، شاكي عندي 4 سنين وخمسة سنين، وكل مرة يقول لي مازال جوابك مازال ما جاش. شكيت رئيس الجمهورية، شكيت لوزارة المالية، وزارة النقل أختي كل يوم يقول لي غدوة، ما عملوا لي حتى شيء. بلغت عند وزارة النقل والتفقدية نتاع وزارة النقل، يا السيد في اجتماع يا السيد ما ثماش. انا حاجتي برئاسه الجمهوريه ما عندي ثقه حتى كان في ربي ورئيس الجمهوريه رئيس الحكومه، ماذا بيه يشوف ان وزاره النقل التفقديه نتاع وزاره النقل يعني تتحرك بالدوسيات. انا مبلغ عن النقابات اللي قاعده تعين وتحكم تو، علاش بلغت انا؟ ثم نقابات اختي يجوا رئيس المدير عام يعزوه، رئيس المدير عام باش يعمل تغييرات، ما تقصهاش باش يعمل تغييرات في كيما نقولوا في بلايص مديرين، يجي يقولوا له مثلا المدير ضاير وتابعني ما تغيروش، هذه اللي موجوده في الوزارات نتاع تونس كامله. كل شيء يحكموا في التعيينات، يحكموا في الترقيات التو، وما صار فيهم شيء. النقابات راه مندسين لوطه، مندسين لوطه. انا كي بلغت التو متعرض لهرسله. انا حاسب رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه يا خويا يشوف لنا وزير النقل اللي محطوط هذا، يشوف له التفقديه اللي موجوده. رانا راي عندك فساد كبير التابعين كيما نقولوا في المواني، راني تكلمت عليها. راهو انا قلت لك عندي يعني انت الفساد اللي بلغت عليه التو ما تمش التفاعل معاه. ما تمش، بالعكس انا ضريت اختي. نحكي من 2013 من 2013 اختي انا بلغت. انا مرض في جرة تبليغ على الفساد، ولا عندي تونسيون واضح، التو مريض بالتونسيون، عندي مرض مزمن في جرة. شنو يعني اللي يبلغ على الفساد هو اللي يتعاقب، مش الفاسد هو اللي في تونس. في تونس اختي اللي يبلغ على الفساد هو الولي مطلوب، مش المبلغين. بالمبلغين يترقاو وياخذوا كهرباء وياخذوا بنوات ايسونس وياخذوا بنوات فطور ويزيدوا رقاهم يعطوهم اقراض. اما انا نبلغ على الفساد بالعكس، انا نزيد حشاك وحشا قدرك، نزيد انا نزيد. ريتني انا عمري 53 سنه وعندي ثلاثه صغار. انا نتمنى الرئيس الجمهوري يبيع الشركات اللي تابعين النقل كلها، هذه ما تقصهاش انا. علاش اقول لي علاش؟ انا نحب نهج من هنا لاني ظلمت في بلادي وما خذيتش حقي، كان نلقى باش نخرج لبرا نجنس لاني ظلمت في بلادي. بلغت على الفساد وشنو صار لي يا رئيس الجمهوريه؟ اخر ختامي بالله العباد اللي مبلغ على الفساد راهو ما وصلوها لكش. انا نعرف راهو سامحني انا باش ما تقصهاش. ثم رئيس مدير عام اختي عنده 8 سنين يخدم في شركه تونسيه، ولتو ما تنحاش من عهد الشهد،
وبالرغم الشاهد عنده دوسيات فساد وهارب البرة. تشوف انت باب سعدود العشر اللي ماتوا، والسيدة ضايا معاين معاهد الشاهدة والتو لحد الآن ما غيروشو. أنا حاشب رئيس الجمهورية باش يعي كرؤساء مدير العامين تابعين وزارة النقل وتابعين الشركات كاملة وتابعين الولايات كاملة، هذاك ياخذ قرار. راهي التو لحد الآن ثم عباد رؤساء مدير عامين صدقني قاعدة تتعين بالمعارف. وكل بيتات نتاع الشيمينو وكرئيس المدير العام تاع. أنا نختم ختامي يا رئيس الجمهورية، راه مش قاعد يوصلوا لك نحن اللي بلغنا على الفساد، خذ لنا حقنا يا سيدي على الأقل، قول له يا رئيس الجمهورية قدام ربي خذ لنا حقنا، راهي اليوم واسعة، راهي غدوة ضيقة، راه ما طالبين منك شيء، لا طالبين فلوس، لا طالبين حتى شيء، طالبين باش تخذ لنا حقنا نحن مبلغين على الفساد. جبر الضرر جبر الضرر، راني نحن سامحني 25 جويلة بحضرهم وقال نحن اللي خرجنا مبلغين على الفساد، نحن محقورين. ما عملنا لنا شيء رئيس الجمهوريه، يعني تعرف على ما عملنا لنا شيء، مش قاعد يوصلونا في صواتنا. واضح مش كان جيت لبرا انا عشت درت برشا بلدان، درت مشيت لامريكا، مشيت كندا، مشيت لبلدان الكل، البرا نلقى قدري في بلادي ما نلقاش قدري، كان جيت لبرا اوه راه ما عملوا لي شهريه وعملوا لي كرب في بلادي، ما عملوا لي شيء، في بلادي عفسوا لي على السقايا وصلت في نفس الخدمه نتاعك كي بلغت على الفساد وصلت في نفس وصلت في نفس الخدمه نتاعي، اما قاعد نتضر جسديا وعقاب من الترقيات وكل شيء، هما دخلوا في الثوره. انا حاسي بيه نقول له راي العباد النقابه اللي قاعده تحكم راي دخلت في الثوره. انا راه عندي 30 سنه من اللي كان بورت تونس محلول ناخذ 140. واضح انا عندي 30 سنه، هما دخلوا عندهم اربع ايام، اختي يتحكموا هما والنقابه عصابه، وزيد يمشوا رئيس مدير عام. اي باش ما تقصهاش، كي يجي رئيس مدير عام ذاك رد بالك منه، هذاك راهو مبلغ على الفساد وراهو شهر وكذاك حصيله، يعملوا لك طاوله وكراسي على بالنسبه لي انا. يا رئيس الجمهوريه رانا وقفنا معاك، اقف معانا قدام ربي. راهو لا لحظه راي سامحني، انا حسب ما نشوف حسب رئيس الجمهوريه ما سمعناش، يمكن مش قاعد يوصلونا في صواتنا. هذه هي اللي انا شاك ساعه نحكي مع مجموعه المبلغين على الفساد، يقول لك راه مش قاعدين يوصلونا، رئيس الجمهوريه مش قاعد توصل له اختي، وشكرا.